ازيكم؟ كوكي ميدا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا في فيديوهات. النهارده فلوج جديد هاخدكم معايا طول اليوم، فيا رب فيديو النهارده يعجبكم. ابو طنا ايجو بويا، طنا ايجو بويا، تاونا موري وين كريس. ابارو كايكو، ابارو كايكو، بيجاتسو بيجاتسو. 그래서 상황 못 가는 거야 이것 때문에. 여러분 이드 무바락. 안녕하세요, 김입니다. 아까 했습니다. 이드 무바락. 아이드 무바락. 근데 이집트에서는 콜리사나부터 이비니라고 하거든. 콜리사인 이비니. 콜리사나? 콜리사나. 오엔통? 오엔통. 다 이비. 맘마 먹으러 갈까? 싫어? 맘마 먹자. 삐졌어. 엄마 보자. 응, 가자. 내일도 영화 보러 갈 수 있어? 얍. 와, 예쁘다. 사람 많은가 봐? 많을 거지. 요리 올라라. 근데 지금 점심시간이 너무 지났으니까. 응? 어, 사람 많다. 몇 팀 있는지 보자. جميلة كده زرعت بقى. ايا 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 كذا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا كذا. 아니 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 여기 들어가는 거 아니에요? 민 파신 터는 يلا. هاتي ايد ماما. شطورة حبيب ماما. اجا تعال نروح للبيبي. طيب اجا اجا هاتي كذا. ايا توكي ايا يسا. سونجو سونجو هاتي ايدك. واو ايس كريم تاويدا. اوه اوه كنت هنا خلي بالك. يا الله كنا هنا. الحمد لله ربنا ستر. باي باي. لعبة العيد. توكي بوريكوا. يكشم يكشم. نعلي نتا. ها؟ ماما يغيس. ماما. ماما مغرو كذا. ماما. 안 돼. 엄마 간다. 우리의 초르보들 마셔 마을 고드라와 돌흡스 다마 예민 기든. 표준 너무 웃겨. 우리의 사라세 겜바리 마을 고드라와 돌깁나 وهي طلبنا ستيك مع الجمبري ومكرونة بالوايت صوص مع المأكولات البحرية وجنبها مشروم مع بطاطس بوري. وبجد الأكل كان طعمه حلو جدا جدا. وبعد ما أكلنا حبيبة وجميلة يا قلبي ناموا، وجميلة ما كانتش عايزة تنام كانت بتقاوم النوم. كيوت قوي ما شاء الله.
ومش عايزه تنام وعايزه تلعب، بس في الاخر استسلمت للنوم. ماي كان هندن ده جو جو يلا 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 رايحين نعمل شوبينج. ايوه ايوه شوبينج. لسه مامي عند ميان عن سكرة ثانية ثانية أي. 하ليا النظام في كوريا بقى الحساب بشكل ذاتي، وحاليا بقى الموجود النظام دوت في معظم دول العالم، وديت حاجه جميله عشان لو محدش عنده وقت ما ينتظرش الطابور طويل ويقدر يخلص بسرعه. شو بكي يجو جو اشرب عصير خدها جا اوبيك ما اوبيك وان وين يسينني. Si c'est tout quelqu'un qui m'en sort. Igo, Igo. Bon, on aime ce gars. Oh! Oh, t'es pas. Chaque année, t'as mis un peu de gelée? Tokia, où est-ce que tu es? Tokia! Ah, Tokia! Oh, t'as le couillot, t'as le couillot! Aïe! 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 이거 아 이거 이거 또 할 거야? 같은 거만 하면 재미없잖아 다운아. 다운아 이거 아가랑 따자 아가랑. 아 재밌다. 오 이거 뭐야? 이거 뭐야? 500원 두개인가? 어. 우와 이거 따자. 아가도 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 같이. 아버지. 싫어해. 아가 여기 있어. 아가 재밌긴 하는데. 알았어 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 알았어. 안아줘 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 안아줘. 이거 원해. 어. 이것도 원해. 노란색만 좋아해. استرجعت ذكريات زمان وانا ما كنت بروح الملاهي والمراجيح والعب وكده، يعني بجد يوم العيد دوت حبيت اعمله زي مصر بالظبط، وكان جميل جدا جدا وشفت فيه ذكريات حلوه جدا جدا. ده مين تطيع ده؟ ده مين تطيع ده؟ لا سيدي انا شريفة كاكو انا كود باباي. 아니야 이제 없어. 두 번이나 탔어. 다운아 놀러 가자. 다른 게 가면 다른 거 하자. 다운이 좋아하는 비누방울 하나 갈까? 응. 봤어? 응. 아, 아메리카노 먹어. 아메리카노? 어. 라떼 있냐? 아이스. 아. 아니 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 아이스 아메리카노 그냥. 진하게. 응.
هنا بنطلب القهوة وبنحط الرقم وبيطلع الاوردر بالرقم، والروبوت الخاص بالقهوة هو اللي بيعملها. حاليا في كوريا بقى كل شيء دلوقتي بيتجه للاتجاه الآلي، وده طبعا فيه سلبيات وليه ايجابيات، ولكن بجد كانت حاجة لطيفة ان احنا نجرب القهوة عن طريق الروبوت، وكان طعمها حلو. بس يعني بجد العالم حاليا مش عارفة اقولها ازاي، ولكن العالم حاليا متجه كله للذكاء الاصطناعي. هل ده ممكن يأثر علينا في المستقبل؟ هل ممكن يأثر علينا احنا كبشر بعد كده؟ حقيقي دي حاجات من الحاجات اللي انا بفكر فيها. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات عن الموضوع ده. اكتر حاجة عجبتني ان هو في الروبوت هنا مركز في كل حاجة، يعني بيستنى وبينتظر وبيحط القهوة والايس عارفين كأنه بشري، وطبعا حاشا لله أن يكون بشري، إن الله يصنع كل شيء جميل ولا يستطيع أحد أن يصنع مثل الله سبحانه وتعالى. ولكن العالم حاليا يتجه لكل شيء إلكتروني عشان يوفر على البشر، فأتمنى أن دوت يكون إيجابي مش سلبي علينا في المستقبل.진짜 똑똑하다. 고마워. 우와. بعد كده قررنا ان احنا نطلع فوق على الروف ونستمتع بشرب القهوة ونلعب مع جميلة وحبيبة بقالي كتير جدا جدا ما جيتش هنا، بجد من احسن الاماكن اللي بحب اروحها وجميلة تلعب فيها. تامين 지금 안 해주냐면 심심할 거야. 인간 그 기죽을 하는 거 해줄래? استمتعت قوي قوي بالجو، الجو كان لطيف جدا، وقعدت العب مع جميله واسترجع الذكريات واسيب ليها وقت واعمل لها يعني ذكريات سعيده ونستمتع مع بعض. ودوت حاجه لازم دايما طول الوقت نعملها مع الاطفال، الوقت اللي يسمح بيه احنا نقدر نعمل كده نعمل كده، ومينفعش ان احنا نسيبهم في البيت دايما او دراسة، بس لازم يبقى كده يفصلوا من الجو، مش لازم عشان العيد بس، يعني مرة واحدة في الاسبوع على الاقل. ده بيساعد وبيفرق في تربية الطفل وفي تكوين الطفل وفي افكاره ورغباته. فبجد من احسن الحاجات اللي انا بحب اعملها ان انا اخد البنات ونلعب كلنا كعيلة كده ونقضي وقت جميل مع بعض كعيلة. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة. ما تنسوش تعليق حلو، سبسكرايب لايك وشير، وانيان.